دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، ومن المقرر أن يقوم طلاب الثانوية العامة بأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. النهاردة تفتتح فعاليات الدورة 44 من المعرض العام للفنون التشكيلية اللي بينظمه قطاع الفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية. بتشهد هذه الدورة الأول مرة امتداد سيناريو العرض الفني ليشمل 6 قاعات عرض هي الباب، صلاح طاهر، قصر الفنون، الهناجر، نهضة مصر وإيزيس، فضلاً عن العرض الرئيسي اللي بيضم أكتر من 300 فنان مشارك. النهاردة هتشغل هيئة السكة الحديد قطارات العيد الإضافية لمواجهة الإقبال الكبير على السفر بخطوط السكة الحديد بعد انتهاء تذاكر السفر على القطارات العادية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية تجمع ما بين منتخب مصر مع منتخب غينيا بيساو تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.